نقط كتير سهله. تشيلسي شايف ان هو ممكن يرجع ل تشيلسي ولا توتنهام؟ تشيلسي بقى شايف ان هو ممكن يرجع للمنافسه ولا الامور الثانيه هتبقى صعبه؟ يعني تشيلسي انا كنت متوقع قبل بدايه الموسم ان هم هيستراجل وهيحصل لهم مشاكل. بلامبرد السنه اللي فاتت كان كويس جدا لان ما كانش عليه ضغوط، ما اشتراش لعيبه سيف، كان هم باند من الـ من الـ من الترانسفيرز، ممنوعين من اي ترانسفيرز، وخسر ايدن هازارد في بدايه الموسم، فكان شغال من غير اي بريشر، فاشتغل اشتغل كويس. السنه دي لما جاله بادجت عاليه، صرف 230 مليون باوند في اماكن مختلفه في الملعب، ما تحسش ان في انسجام ما بين الفرقه، تحس ان كل واحد يعني بيلعب في حته. عملوا كام ماتش كويس، كل 3 4 ماتشات بيعملوا ماتش كويس، لكن دايما لما بتصرف فلوس كتير في الماركت في الترانسفير ماركت بتعمل ضغط على المدرب، ولازم يكون عندك الخبرات كمدرب ان انت اول حاجه ازاي تتعامل مع الضغوط دي. تاني حاجه اهم حاجه في الكوره، مش اهم حاجه في الكوره ان انت تبني سيستم لعب وان انت تبني ايدنتيتي او هويه، اصعب حاجه في الكوره بالنسبه للمدرب يا كابتن حازم ان انت تعمل الريكروتمنت بتاعتك، ان انت تبني الفريق بتاعك، وده بيجي مع سنين شغل. يعني بيجي طالما في فرق ان انت مثلا زي جوارديولا لما مسك برشلونه فهو ماسك اوريدي فرقه عندها هويه، يعني فرقه عندها شكل، انما ان انت تبني الفريق بتاعك بالشكل المعين اللي انت عايز تلعب بيه ده اصعب حاجه في الكوره. فعشان كنت متوقع ان لامبارد هيحصل له مشاكل، لكن هم قريبين من التوب فور، يكسبوا ماتش اتنين، دي حلاوه البريمير ليج يا سيف، فرق 10 بوينتس ما بين الاول والثامن والتاسع، فرق 10 بوينتس، يعني ممكن اي حد يكسب ماتشين يخش في الجيم بتاع اوروبا. فلسه عندهم تشانس، لكن انت عارف حميد برضه عايز، معلش يعني عايز اتكلم في موضوع تشيلسي، ان برضه فكره ان انت جايب تياجو من الدوري الفرنسي، جايب هافرتس من الدوري الالماني، فيرنر الدوري الالماني، مندي من الدوري الفرنسي، مندي من الدوري الفرنسي، زياش من الدوري الهولندي، وكلهم بيلعبوا، بلس بقى مثلا تشيلول من جديد لعيب باك الشمال، يعني الفرقه ناس كتير ما عندهاش المود بتاع الدوري الانجليزي، ما عندهاش ريتم الدوري الانجليزي، بيلعبوا تمام اساسيين، ولما تلاحظ حتى تلاقي يعني لامبرد نفسه بيشتغل بشكل مثلا 4-2-3-1 وبعدين يرجع 4-3-3، يعني كل شويه بيغير انه مش لاقي الشكل، يلعب هافرتس ساعات نمر 10 وبعدين يلعبه ساعات ناحيه الشمال او لعبه متلخبط، تحس ان هو فيرنر يلعب ساعات راس حربه. فهو عمل انتدابات، بس انا شايف كتير قوي من بره انجلترا عايزين وقت، صغيرين في السن، مش عارفين لغايه دلوقتي ولا واحد فيهم ثبت نفسه انه لعيب جامد في الدوري. يمكن مثلا فيرنر اقصرهم تهديفا، لكن برضه مش ده اللي انت متوقعه يعني. يعني بس بيجيب اجوان على الاقل، لكن هافرتس وزياش بعيد. يعني كابتن حازم عايز اقول لك حاجه، اكبر مثل مورينيو في موسم 2005 لما خدوا الدوري، هو اللعيبه اللي جابها من بره بناها على 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 عمود فقري، عمود فقري كان جوه الفرقه انجليز، بناها على جون تيري ولامبرد وجو كول، واللعيبه كلها الانجليز، كان واين بريدج لعيبه، كان في 6-7 لعيبه انجليز بيلعبوا في تشيلسي بقالهم 4 سنين مثلا، اشلي كول كان موجود، فانت بتتكلم اشكر جه بعد كده، فانت بتتكلم ان كان في 5-6 لعيبه العمود الفقري بتاع الفرقه، جاب عليهم بقى بيتر تشيك ودروجبا على كارفايو على 3-4 لعيبه دخل كمل عليهم، واللعيبه كانوا عندهم خبرات كبيره جدا، انما ال- 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 الشكل اللي هو بنى بيه الفرقه بتبين لك ان هو كمدرب مدرب كويس جدا، مدرب بيعرف ان يخلي فرقته اللي بتلعب كوره كويسه، لكن لسه محتاج خبره يعني جديده عشان يقدر يبني. وبص الفرق ما بينه وبين مورينيو، يعني انت لما تيجي تبص على الفرقه دلوقتي اللي بتلعب وبتاع السنه اللي فاتت، هتلاقي مين اللي بيلعب؟ كانتي، الباك اليمين جيمس دلوقتي ما بيلعبش، شاب اسبليكويتا ما بيلعبش، الباك الشمال شيرويل، السد باكين زوما ما بيلعبش، كان سافا تامر خالص، وتياجو وسيلفا، نص الملعب هو كانتي وجنبه بقى ساعات جورجينيو، والطرفين وراس حربه، كلهم فرقه مختلفه، فعايزه وقت، واللعيبه اللي جابها يعني هو واضح ان كان مراهن ان هم هيعملوا بومينج، لكن لغايه دلوقتي ما فيش اي توهج خاص بالنسبه لهم صراحه.